السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حبيبتي في فيديو جديد من يومية أم ندى. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وتلاقيكم هذا الفيديو بالصحة والهنا. إن شاء الله كل واحدة راهي تتفرج فيا نقولها إن شاء الله ربي يفتح عليك، سواء بالزوج الصالح ولا بالسكن ولا بالذرية الصالحة يا رب العالمين. أهم حاجة أهم حاجة تكون عندك ثقة في الله وتكون عندك إرادة والصبر. الصبر مفتاح الفرج حبيبتي. اليوم إن شاء الله كما راكم تشوفون درت لكم يعني افتتاحة صغيرة من مطبخي المتواضع، يعني عندي مطبخ صغير متواضع مازال ما خدمت فيه حتى حاجة صراحة. اليومين هذا مازال ما خدمت فيه حتى حاجة. الحمد لله الحمد لله على السكن، الحمد لله على راحة البال، الحمد لله على هنا، الحمد لله على الصحة. الواحد كين وتصبح فريمون يلقى روحو حاجة ما توجع فيه، يلقى روحو صحيح، يلقى يعني كما يقول والديه حيين صحاح قدامه، وخوتو ولا خوتو معاه صحاح قدامه، يعني يحمد ربي ويشكروا على يعني كم النعم التي لا تعد ولا تحصى. نعمة البصر، نعمة السمع، كلش كلش كلش. برك حنا الإنسان يحب كلش، يحب ما يكون مخصوص من حتى حاجة، يحب يكون عنده الزوج الصالح، ويحب يكون عنده الدراري، ويحب يكون عنده الدار والطونوبيل وتانية الخدمة وشارية تكون مليحة إيتو. لكن والله يا البنات غير كاين بزاف حاجات اهم من هذا الشيء، هي الواحد كي يكون مهني ويكون صحيح، والصحه الصحه قبل كل شيء. والحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. حبيت من هذا المنبر نشكر كاع البنات اللي التحقوا بيا يعني في القناه، نقول لكم يعطيكم الصحه، شكرا على التعليقات تاعكم الجميله، ربي يحفظكم ان شاء الله. شكرا على الدعم ديالكم، نتمنى نكون في المستوى ان شاء الله. نبداو الفيديو على بركه الله. البنات كما راكم تشوفوا هنايا البنات، بديت بسم الله. راح ندير لكم فطائر. هاد الفطائر يجو بزاف بنان، صدقوني يا البنات يجو بزاف بنان. واش فيهم كامل؟ فيهم 3 كيسان ونص تاع الفرينه. هنا الفرينه يا البنات على حساب نتوما عدد الافراد ديالكم. كيما انايا هنايا داروا لي ابي بخي 6 7 8 حبات، 8 حبات، يعني نتوما على حساب عدد الافراد تاعكم. غير انا في الحقيقه غير انا وزوجي بصح ناكلوها بزاف، ناكلوها بزاف ونحبوها، نحبوها الوصفه، وخاصه الزوج ديالي يعني كي نديرها بسلامته ياكل زوج ثلاثة يعني يحبها بزاف بزاف. وهي الصراحه تجيب بزاف بنينه، تجي خارقه في البنه. كما راكم تشوفوا البنات هنا درنا الفرينه، درنا الزيت ولمدو بالماء، الملح والماء عادي، وكانه راح ديري فطير عادي. وشنو البنات هنايا حاولوا ما تجروهاش بزاف، ديروها كيما الفطير مع اللي ترتاح تنتلق هكا شويه، بعد تجيكم القرمشه. الا جريتوها وزعما يعني طريتوها بزاف ما راحش تجيكم هذيك القرمشه اللي كنتم تحوسوا عليها يا البنات. القرمشه هذيك الشب هذيك يعني اللي تجي من الفوق. كما تشوفوا البنات هنايا نلمدها هكاك شغل كشويه برك باش تجي خفيفه. البنات تجي روعه صدقوني، تجي يعني تحفه تحفه تحفه. هنا كما راكم تشوفوا هاديه مع العشيه البنات، غير قولوا فوالا ما ديروهاش طريه بزاف وما ديروهاش يابسه بزاف. هذه مع العشيه البنات هنايا وجدت العجينه قرصتها هكذا وخليتها ترتاح. وهنا البنات غطيتها وخليتها ترتاح، رحت مباشره هكذا باش نوجد لافيون داشي بالبصل اللي راح نحشي بها هاد الفطائر. راح ندير فيون داشي بولي، يعني صدر تاع الدجاج كنت يعني رحيتو، كان عندي صدر دجاج ديسوسيتو نحتلو كامل العظم ورحيتو. وهنايا عندي هاد البصله الطويله اللي راكم تشوفوا فيها، وهاد المقلي راح نحتاجو وحدا راح نطيب فيها لافيون داشي مع البصل، راح نحمصهم هكداك.
كيما راكم تشوفوا هنا قطعت البسله هكذا يعني دي كاري. ولا عندكم هذيك البسله يعني مدوره تاني تقدروا يعني تجي تاني في هذه الوصفه يعني برك. هنايا يعني كانت عندي هذه البسله الطويله، هنا حطيت هذا البصل يتحمص لي في مقلاه، درت له شويه تاع الزيت ونخليه يتحمص لي، مع يتحمص شويه برك نزيد له لافيون داشي. فوالا البنات نديروا له شويه تاع الملح شويه تاع الفلفل، نخلوه يتقلى براحته هكذا. بنحاول نخلط هذيك الحيمه مع البصله مليح مليح باش تنسجم منها. وجيت هنا البنات باش نحضر هذيك لاصوص طوماط، باسكو في هذه الوصفه راح نحتاجين صوص طوماط، راح نحتاج هذاك الحشو تاع لا فيوندا شي والبصل، وراح نحتاجو فرماج، راح نحتاجو بصله خضراء، نحتاجو حشيش معدنوس، ونحتاجو هذه هي نورمالمون. هنا البنات كنت غطيت هذاك البصل والفيوندا شي هكذا باش يطيب طيب لي شويه البصله، متبقاش هكاك تغزغز باسكو اصلا انا حندير لها بصله خضراء، بصله خضراء تعطي لها يعني الطعم رهيب، راح يعني تبدل الكو، تزيد في الكو بزاف بزاف. هاد الوصفه يعني الا درتوها راح تعتمدوها دائما، وراح تولوا مدمنين عليها كيما انا وراجلي. شوفوا برك هاد الكميه اللي درتها غير انا وراجلي ناكلوها كامل يعني، وسدتو راجلي بسلامتو يحبها بزاف بزاف. هنا البنات كيما شفتوا نمسح مليح بلون دو طرافاي يعني كنت رشتو بالماء كي كنت نغسلو كامل، سي نشفو مليح مليح. انا حاولت نديرها بالزيت، قلت كي طرات لي العجينه بزاف نبيع، قلت لكم البنات اتونسيون ما تطروهاش بزاف، قلت نستعمل الزيت. هنا الزيت ما ساعدتنيش كامل يا البنات، فاستعملت هكذا قلت نستعمل الزيت بعد ما خرجت عليا نورمال. عاود استعملت بالفارينه عادي يعني، الحبه الاولى درتها بالزيت، وهذه الدوزيام استعملت الفرينه جاتني خير يعني، تجي متحوفه وتجي تاني مقرمشه من الفوق. هنا شوفوا ديروا لاصوص طوماط ديالكم، حاولوا لاصوص طوماط تلحقوها شويه للاطراف، هنا كي درت غير في الوسط ما ديروا لاصوص طوماط، ديروا الفرماج لا فيوندا شي لهذيك البصله والحشيشه اللي تجي من الفوق، وغلقوا عليها وطيبوها. هنا البنات باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف كنت ما وريت لكمش يعني، طيبوها عادي في المقله. فوالا البنات طيبوها على الوجهين، ومن بعد هنا كيما راكم تشوفوا حطيتها كنا راح ناكلو يعني بنايا البنات خرافيه صدقوني. وهذيك البصله قلت لكم خضره والفرماج ولا يعني هذاك الحشو تاع لا فيوندا يعني ذوق رائع جدا، تقدروا تاكلوها بالبن يعني تجوزوها بالبن، شوفوا كيف تجي لداخل تجي روعه 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 يا البنات، جربوها وما تندموش كامل كامل. تقدروا تاني تاكلوها بالقازوز ولا بالبينه كيما حبيتو يا البنات. فوالا هنا كنت حطيت كنا راح ناكلو، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم تدوري بالخبر. هنا الهريسه لراجلي باسكو يحب الهريسه ما يستغناش عليها، وخاصه في هذه الوصفه الهريسه تجي هايله يا البنات. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا لحقنا نهايه الفيديو، بيان سور نهايه الروتين بعد ما غسلت الماء، راكم عارفين الماء بلا ما نصورهم لكم وبلا ما نوريهم لكم، بلي غسلت الماعن ونقيت الكوزينه. ومن بعد البنات هنا جا الوقت باش ندخل ندوش هكذا مريحه الفطير وريحه الطيب وكلش، ما من واحد يستراح نفسيا كيدوش ولا غير يستراح نفسيا صراحه. هكا قلت ندخل ندوش و ممكن ترقدي مرتاحه. بون البنات نتمنى الفيديو تاعي كان نال الاعجاب ديالكم، نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. شكرا بزاف بزاف البنات اللي يدعموا فيا، واشك فوا ما نحط فيديو نلقاهم من الاولين يديروا لي جيم كومونتير. وانتم حبيباتي جدد اللي راكي اول مره تفرجي عليا ديري لي جيم الى عجبك بيان سور المحتوى فضلا وليس امرا، ما تنسيش عبزي لي داك الجميجيم هذاك الصغير هذاك، شوفوا البنات هذاك الصغير محين وكبر هذاك ينفعني بزاف بزاف باش قناتي يعني تطلع، وقناتي تطلع بكم حبيباتي، بلا بكم ما نقدر ندير والو. نحبكم بزاف 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 بزاف، بسلامه حبيباتي.